السلام عليكم وكل عام وانتم بخير مشاهدينا مشاهدين قناة MBC شاشة كل العرب. ارحب فيكم في اخر حلقات برنامج مين يكون. يا ترى مين يكون النجم او النجمة؟ هذا السؤال حيجاوبوا عليه زي ما عودناكم مشتركين اخترناهم بشكل عشوائي من مختلف مناطق المملكة. وعشان ما اطول عليكم اعرفكم بمشتركينا لحلقة اليوم. معانا اليوم حيدر من الدمام، ومعانا عمرو من جدة، ومعانا إبراهيم من الرياض. رحب فيكم كل عام وانتم بألف خير. وانتم بألف خير وصحة وسلامة. وانتم بخير وصحة وسلامة. حياك الله وكل عام وانتم بخير. وانتم بصحة وسلامة يا رب. أبدأ معاك حيدر، حكينا كيف كانت أجواء الحجر معاكم في رمضان وكيف كان العيد؟ والله العيد الحمد لله كان أحلى من الحلو، كان مع الأهل، جلسة مع الأهل الحمد لله. بس وقت الحظر قبل العيد كان دوام، طبعا دوام بيت بيت دوام. اكيد نفس الوضع كلنا كنا. اكيد يعطيك الف عافيه كل عام وانتم بخير. اكيد انتقل لك ابراهيم، كيف الله. كان الحجر معاكم؟ كيف كان عيدكم في الرياض؟ ما واجهنا اي مشكله في الحجر، اللهم لك الحمد يعني. اكيد الحمد لله. واختم معاك عمرو، حكيني كيف كان عيدك في جده وكيف كان الحجر كمان معاك؟ الحمد لله بالنسبة للعيد فعاليات جدة نقلناها للبيت، فالحمد لله يعني احنا والاهل يعني حاولنا نعمل كل شيء انه ما نحس انه في حجر صحي ولا كورونا، انه ما حتمنع الفرحة عننا، عرفتي؟ فالحمد لله تجربة أكيد. جديدة وان شاء الله ما تتكرر يعني. اكيد كلنا نتمنى. احب سعيده بوجودكم معايا، واكيد احب اعيد عليكم وعلى كل اهلكم يا رب وعلى كل اللي قاعد يتابعنا اليوم. وزي ما انتم عارفين اليوم احنا اخر حلقه من حلقات برنامج مين يكون، فاتمنى لكم كل التوفيق. قبل ما نبدا وقبل ما نكشف عن ضيفنا او ضيفتنا المتخفيين، ابغى بس اذكركم بشكل سريع عن شروط المسابقه. حتكون في 5 جولات، حيبدا المبلغ من 450 وحيقل حيقل حيقل في كل جوله. تقدروا في كل جولة توجهوا سؤال واحد فقط، كل واحد فيكم يوجه سؤال واحد فقط، والسؤال تكون إجابته نعم أو لا. في كل جولة أنا هختار واحد فيكم يسمي لي اسم إلين ما تحذروا هوية الضيف أو الضيفة اللي معانا اليوم. وفي فرصة تفوز إضافية بونس زيادة من عيدية من MBC لو الضيف قدر يحذر أو يخمن يعني مهنتكم أو تخصصكم، حتربحوا كل واحد فيكم 10,000 ريال زيادة. فجاهزين نبدأ ونكشف عن ضيفنا وضيفتنا اليوم؟ جاهزين إن شاء الله. جاهزين إن شاء الله. إيه جاهزين إن شاء الله. يلا بالتوفيق.